في سؤال هناك، معليش ناخذ سؤال آخر. بنقول اللبن غزاك يعني وركب البتول عظمتك. السيد المسيح أصلا من صفاته العظمة، فإزاي ركب البتول عظمته؟ في قسمة الابن السنوي اللي هي مذكورة في أو موجودة في كتاب الخلاجي اللي هو صفحة 230، بتقول كده: المزود حملك كمسكين والخرق لفتك، الأزرع حملتك وركب البتول عظمتك، الفم قبلك، اللبن غزاك، أنت الذي تقوت كافة الخليقة من نعمتك. نلاحظ هنا أنه كله بيتكلم عن الناسوت، تواضع السيد المسيح ونزوله كإنسان حقيقي، كإنسان كامل. هذا هو قبليها نجيب تاجي حتة على ومشيت على الأرض كإنسان، وهذا هو العجب في اتضاعك. المزود حملك كمسكين، طب وانت مكانك فين يا رب؟ السماء كمسكين؟ لا، كإله كملك. الخرق لفتك كطفل إنسان محتاج إنه هو مولود إنه يتلف عينيه. هو اللي مين؟ هو الذي يلبس الخليقة كلها بثياب البر. الأزرع حملتك، وهو الحامل كل الخليقة بكلمة يدي أو بكلمة فيه أو بيدي. وركب البتول عظمتك، ليس هنا تعظيم لأنه يحتاج إلى تعظيم، ولكن إعطاء هذه المكانة. يوم العذراء شالته جاء الصوت أو لما جاء الميلاد بتاع السيد المسيح، جاء خبر للملائكة، خبر للرعاة، قال لهم إيه الملاك؟ ها أنا ذا أبشركم بفرح إيه عظيم، يقول لجميع الشعب أنه ولد لكم في مدينة داود مخلص، هو المسيح الرب. إذن العظمة ليست هنا كإله، ولكن تعظيمك إنسان، ليس هو مجرد إنسان عادي، ولكن هو المخلص المسيح الرب. فلما نقول ركب البتول عظمتك، ليست كإله ولكن كإنسان أعطتك هذه العظمة، أعطتك هذه الكرامة. بالرغم من كده نسمع السيد المسيح يقول في إنجيل معلمنا يوحنا البشير: أبي أعظم مني. وهذا هو العجب في اتضاعك يا رب. لم يحسب خلسة أن يكون مساويا لله، بل أخذ صورة عبد صائرا في شبه الناس كعبد. فإذا كل الأوصاف دي كإنسان، لم تمس اللاهوت بتاعه ولم تمس الألوهية بتاعته، إنما عشان يورينا إنه عاش أو اتولد زينا وعاش زينا ويتعامل بكل الحاجات اللي بيتعامل بيها البشر ما خلا الخطية وحدها. إذن كل دي نلاقيه هو كصفاته أو بتتعامل معه أو بنتكلم عنه كإنسان. أنت اللي عملت كده، أنت اللي حصل كده، حصل كده. وفي الآخر نقول له كده إيه: الفم قبلك، اللبن غزاك، لكن أنت الذي تقوت الخليقة كلها. إذن هي بتتكلم كلها عن التعظيم ليه كإنسان. العذراء مريم عظمته أو شال يوم ما شالته، كأن بتقول للكل إنه ده ليس مجرد إنسان عادي، إنما هو المخلص المسيح الرب.